دي قفشه الحقيقه، قفشه مش قفشه، قفشه بالالف صح؟ اه طبعا يا كابتن، كله كاتب قفشه بس هي قفشه. ايه قفشه؟ طب الاول دي ايه موضوع قفشه ده؟ قفشه ده اصله انت حكيت لي القصه قبل كده لكن انا عايزك تحكيها برضو. هي ميزه قفشه دي يا كابتن، احنا عندنا بنحب الحاجات دي. يعني انا لو كنت ممكن بمحمد مجدي كان ما كنتش اطلقت بسرعه وكده، اطلقت بسرعه، لكن قفشه يعني هي مميزه وبتطلقت. لكن هي حاجه كنت انا بفتخر بيها وقلتها قبل كده كتير، وقلتها لحضرتك ان انا كنت مع والدتي وكده، فكنت ببيع معاها الفراخ والحاجات دي كلها، فكنت انا اللي بصحى من النوم وبذبح وكل الكلام ده كله، وعشان كنت بنام بالكوره دايما وبلعب بالكوره وانا صغير. في ايديك؟ في ايديا كابتن. انا كنت وانا صغير كنت بمسك الكوره، الناس بتيجي في الشارع تعد لي وانا بنطق بالكوره. فعلا؟ والله العظيم. فالحمد لله. بص يا كابتن، علاقتي كويسه بكل الناس. ما عنديش علاقه وحشه بحد، حتى لو حد وحش انا بكتنبه خالص، ببعد عنه. بحترم جدا اي حد بيحترمني وبيحبني. لو في حد بحس ان هو وحش ببعد عنه. انا ما بغلطش في حد، حتى في الهزار مع اصحابي ما بجيبش سيره ام حد، ولا بهزر مع حد باللي انا اقول كلمه مش كويسه او حاجه. تملي ببقى ليه حدود وليه هدف، حتى في الهزار، حتى في الكلام مع الناس. يعني عامل لنفسي هدف مع اي حد وحدود. فانا بمشي بدي حاجه وهفضل ماشي بقى طول حياتي يعني ان شاء الله. طيب القفشه بتقفش الكوره وانا نايم، الكوره وانت نايم. تملي بصحى الصبح يعني بذبح لوالدتي الفراخ وكده، وهي كانت بتساعدها في الفراخ. طبعا. طبعا. فكنت بتمسك الفراخ وتذبحها؟ بذبحها. فتذبح وهي تصحى بقى، كانت تبيع وكده بس. ربنا يديها الصحه يا رب، ودايما تفضل موجوده، ودايما تفتخر بيها، ودايما هي تفتخر بيك. طبعا. والكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل جدا، بيمس القلوب. طبعا يا كابتن. يعني طبعا. اوعى تبقى على طول خليك فخور. لا خالص، انا بتكلم بطبيعتي والله يا كابتن. يعني انا بطبيعتي يعني في اي مكان بتكلم بطبيعتي، ما بتكسفش. بس بحدود برضه يعني، في نفس الوقت ولا بزود ولا بقلل، بس بحدود يعني. بحاول على قد ما اقدر حتى لو اقول حاجه اقولها اللي انا اقولها، ما اكونش بسيء لحد او بضايق حد. لا يعني طبعا. اتملي ببقى بحاول ان انا اقول الكلام الصح او المظبوط عشان ما اضايقش حد تاني. خلي بالك النادي